بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أنا جايبة لكم وصفة جميلة جدا، وهي مكوناتها موجودة في أي بيت، يعني سهلة وبسيطة جدا. الوصفة دي يعني ممتازة جدا، بتعالج المسامات المفتوحة وفيها فيتامينات عالية جدا، بتمنح البشرة نضارة جميلة جدا، وخصوصا كمان أصحاب البشرة المختلطة. الوصفة دي كمان بتحتوي على فيتامين سي وإي وبه واحد وبه ثلاثة وبه ستة، يعني ممتازة جدا، بتساعد فعلا على تفتيح البشرة، لأن احتوائها كمان على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهي كمان غنية بالمضادات الأكسدة، وكمان يعني بتحتوي على مواد فعالة مضادة للأكسدة، كمان بتحميكي من أشعة الشمس الضارة اللي هي الفوق البنفسجية، كمان بتديكي بياض في الحال، كمان بتدي حماية فعلا للبشرة من حروق الشمس كمان. يعني البشرة دي الوصفة دي ممتازة جدا، كمان في إزالة خلايا الجلد الميت، بتديكي يعني بشرة نظيفة وجميلة، هتحسي فيها من أول استعمال فعلا. ويعني أنا عايزة أقول لكم، يعني لو ما عملتيش الوصفة دي فعلا هتندمي وتقولي أنا ما عملتهاش ليه من زمان. الوصفة دي جميلة وفي أي بيت وسهلة وبسيطة جدا. يعني تعالوا معانا نشوف الوصفة، وقبل ما نبدأ الوصفة، بس كنت عايزة أقول لكم يعني خلي بالكم يا جماعة برضو، من إحنا بنعالج البشرة ده خارجيا، فلازم كمان نعالجها داخليا، ما ينفعش بس تقولي أنا أكتفي بالماسكات أو الحاجات دي. والماسكات كمان ما يبقاش فيه إفراط في الماسكات، يعني يكفي ماسك مثلا في كل أسبوع مرة واحدة، يعني ما تكتريش عن كده، يكون أفضل، يعني خصوصا لو انت بشرتك حساسة، فما يعني ما تستخدمهاش اكتر من كده. طيب احنا طبعا يعني عايزة اقول لكم كمان ليه البشرة بتجف وبيحصل كده، يعني في حاجات عوامل بتأثر فعلا على البشرة، زي ايه مثلا؟ زي استخدام الصابون اللي هو القاسي على البشرة، كثرة الماء السخن، كمان المية السخنة دي كمان بتقشر، يعني بتخلي الجلد فعلا، يعني بصي تلاقيه بقى فيه تصبغات بسبب المية السخنة، يعني في ناس بتغسل المواعين بمية سخنة، دي بتحس بقى بضرر بعديها، بعد ما بتخلصي المواعين بتحسي فعلا ان بشرتك اتغيرت تماما. فخلي بالكم من الحاجات دي. طبعا سوء التغذية كمان ومهمة جدا برضو، وشرب المية، ولازم تاكلي فاكهة كويس وخضروات كويسة، كل الحاجات دي يعني بتأثر على البشرة. تعالوا بينا، مش عايزة أطول عليك، وتعالوا نشوف الوصفة معانا، لأن الوصفة دي هايلة جدا والله، وجميلة وتستحق فعلا التجربة. تعالوا معانا نشوف أول حاجة في المكونات بتاعتنا. أول حاجة في المكونات بتاعتنا، أنا بشرة طماطمية، أنت ممكن تبشريها وتعصريها عادي، أو أنا بشرها كده يعني. وتاني حاجة من المكونات بتاعتنا، هاخد معلقة من الشوفان. الشوفان ده طبعا ليه تأثير كبير جدا على البشرة، وكمان بيعتبر مقشر رائع جدا للبشرة، وبيزيل الخلايا الميتة، وبيبيض كمان في الحال. هو بيحتوي على فيتامينات عالية كمان، وبيحتوي على فيتامين سي وإي، يعني هو ممتاز جدا للبشرة. وتالت حاجة من المكونات بتاعتنا، هاخد كمان معلقة من الزبادي. الزبادي طبعا بيعمل كنترول على البشرة، وبيبيض كمان في الحال، وكمان بيزيل الخلايا الميتة، وبيعالج البثور كمان، يعني هو ممتاز جدا. أقلب كويس جدا الوصفة بتاعتنا وأجرب معاكم دلوقتي. هاخد كده على إيدي وأجرب. طبعا كمان هو بيعالج التوهج من أشعة الشمس. الطماطم ممتازة جدا، وبتدي كمان بياض في الحال، وفيها فيتامين اي وبي، يعني هي ممتازة جدا. يعني اعمل كده بشكل دائري على الايد وعلى البشرة بقى، يعني ادهن كله من تحت العين طبعا بطريقة الطبطبة. هسيبها كده 10 دقايق او ربع ساعة تقريبا، وارجع لكم تاني ونشوف مع بعض النتيجة. طبعا عايزه اوريكم، طبعا بعد ما غسلت ايديا، يعني بصي يعني ازالت فعلا الخلايا الميته، وشدت كمان البشره دي، كمان يعني بتعالج كمان التجاعيد، وبتفرد البشره جميله جدا، وادتني نضاره جميله جدا. طبعا يا ريتكم تجربوها وتشوفوا بنفسكم قد ايه هي الوصفه دي جميله، مش هتعرفوا فعلا قيمتها الا لما جربوها انتوا بنفسكم. البشره دي كمان بتزيل البقع الداكنه والرؤوس السوداء كمان، وبتعالج كمان حب الشباب، يعني دي ممتازه جدا يا جماعه. وكمان البشره المتضرره من اشعه الشمس دي بيعتبر وقائي للشمس،
الطماطم بالذات يا جماعة بتعتبر حاجة وقائية من أشعة الشمس. طبعا يا ريتكم تجربوا الوصفة دي، جميلة جدا وممتازة جدا. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم نجلاء زايد، شكرا لكم.